السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية أعضاء دي أكس إن الكرام في كل مكان. بدنا نعمل بس حديث نتكلم عن الفطر الريشي وطريقة أخذ الفطر الريشي. كثير من الناس، كثير من الأعضاء بيحاولوا يوصلوا الفطر الريشي للناس بطريقة استخدام خاطئة. الفطر الريشي سمي ملك الأعشاب لما فيه خاصية علاجية غذائية، وفي كل ما يحتاجه الجسم حتى يمتصه كاملة ويعمل على تنظيف الجسم من السموم، فهو سمي ملك الأعشاب. بما أنه في عنا مكملات غذائية لازم ناخدها، لازم قبل ما نبتدي ناخد هالمكملات. عندي الجسم عبارة عن خلايا، وإحنا بنقول دائما المكملات والفطر الريشي بيشتغل مش على العضو، إنما بيشتغل على الخلايا، بيدخل على الجسم للخلايا كلها، بيعمل عملية تنظيف من السموم. الخلايا لما تبقى مشبعة بالسموم بيصير فيها خلل واضطرابات في الجسم، بمنع امتصاص الغذاء. حتى الدواء لما الشخص بيكون عم بياخد دواء بمنع، بياخد شريط وشريتين وثلاثة، ما بيصير عنده تحسن ولا بيصير عنده تشافي. ليش؟ لأنه الجسم already الخلايا متعبئة أو مختزنة بالسموم، فمغلفة، صار امتصاصها للغذاء والدواء كتير صعب، عشان هيك بتلاقي الجسم مش عم بتحسن. يفترض مجرد ما بلشنا ناخد الفطر الريشي لازم ناخده على الريق مع مي كتير ولوحده لمدة أسبوع أو 10 أيام، يتاخد الفطر الريشي كاملة لوحده حتى نعمل على تنظيف الخلايا من السموم. بعد الأسبوع ندخل على السبرولينا وباقي المكملات. السبرولينا فيها خاصية كمان، إنها بتعمل تنظيف بس ما بتعمل بالتنظيف الكامل للجسم مثل الفطر الريشي. دائما إحنا بنقول حتى الحجامة بتنظف، نعمل حجامة، ناخد الفطر الريشي لمدة أسبوع مع مية كتير، نعمل تنظيف للخلايا، وبعديها نرجع نبتدي ناخد السبرولينا، عرف الأسد، المورونزي، الكورديسيبس، كله بالتدريج ندخله للجسم حتى يستفيد منه إفادة كبيرة. الجسم مجرد ما الفطر الريشي عمل تنظيف السموم وطلع كل المختزن في الجسم، الأعضاء اللي فيها الخلايا اللي مبنية على الخلايا هي اللي كانت تعبانة، رح يصير فيه تشافي ذاتي، لأنه هي الجهاز المناعي رجع يعمل، يصير فاعليته منيحة. ما بدنا نقول قوي جدا، قوي جدا للجهاز المناعي معناته في خطورة، في ضرر، وضعيف يعني في بيستقبل أمراض بسرعة. فإحنا بنقول إنه الفطر الريشي بيرجع التوازن الطبيعي للجسم، بصير عندي الجسم قلوي. قلوي يعني خاصيته للجهاز المناعي ممتازة، بيقدر يحارب أي فيروسات، أي بكتيريا، أي مرض، فبيعمل تشافي ذاتي لأنه جسمي صار قلوي، جهاز المناعي ممتاز، فصار عندي تشافي ذاتي يطرح الأمراض، يبعدها عن الجسم، والجسم يعيد بناؤه مرة أخرى وبيوصله للتشافي. ألف سلام إن شاء الله للجميع، وإن شاء الله إنه بنعمل بأخذ الفطر الريشي بالطريقة الصحيحة. يعطيكم ألف عافية.